احفظ الثلاث نقط دول ما ابدا ثلاث نقط تحفظهم صم وما تنسهمش ابدا اول نقطه لا تتناول اي دواء الا تحت ارشاد ومتابعه الطبيب المختص وبكل دقه وفي اضيق الحدود ولفتره محدوده وإن استطعت الاستغناء عن الدواء فاستغني ده رقم واحد رقم اتنين لا يوجد أي دواء على الإطلاق بدون آثار جانبية لا يوجد أي دواء على الإطلاق بدون آثار جانبية رقم ثلاثة لا تشتري أي دواء أو علاج أو وصفة طبية أونلاين هيتضحك عليك وهتتضرب على افاك ومش هتعرف تاخد حقك اشتري الدواء من صيدليه بموجب وصفه طبيه سلام عليكم